وضعت الحكومة الجديدة في صدارة أولوياتها مسألة التواصل السياسي لتحقيق سيابية في العلاقة بين السلطة التنفيذية والنخب السياسية والشعبية وصولا للمواطن العادي وأعلنت الحكومة في أول أيامها أنها ستعقد مؤتمرا أسبوعيا من أجل التواصل مع الرأي العام نحو مستهدفات ديناميكيه تتناسب كل منهما مع كل مرحله بما تشهده من متغيرات وتحديات، وضعت مصر اطار عمل واضح لحكومه جديده يعول عليها المصريون كثيرا في مواصله تطوير الاجهزه التنفيذيه للدوله في طريقها الى الجمهوريه الجديده. الحكومه الجديده اتسمت باراده سياسيه مدفوعه بتوجيهات رئاسيه، لتؤكد على لسان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان خطتها ستستند على اسس استراتيجيه في صدارتها تطوير البنيه السياسيه بما يشمله من تعزيز الاتصال السياسي مع الاحزاب ضمن اليه الحوار الوطني كجزء من فلسفه اختيار مسمى وزاره الشؤون النيابيه والقانونيه والتواصل السياسي. المحددات الرئيسيه يعني والتوجهات والاهداف اللي وضعها فخامه رئيس الحكومه اول شيء طبعا الحفاظ على محددات الامن القومي. في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجهها الدولة النهارده في الظروف الخارجية اللي حضراتكم كلكم شايفينها واللي بتتغير كل يوم وممكن يحصل فيها تطورات. وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات وهنا يمكن ملف الصحة والتعليم على الأخص وأيضا الثقافة بيشغل أهم التحديات وأهم النقاط اللي لازم الحكومة إن شاء الله هتكون شغالة عليها. تطوير البنيه السياسيه والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير اكثر لمنظومه الحوار الوطني والتفاعل مع ما بين الحكومه والاليه الحوار وتنفيذ المخرجات اللي الحوار الوطني وضعها في خلال المرحله القادمه الاهتمام بقضيه حقوق الانسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات اللي بيقوم بها المجتمع المدني اليوم. ولضمان تعزيز الاتصال السياسي تعتزم الدوله التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين والشفافيه في عرض التحديات التي تواجهها مع الاستباقيه في تعريف المواطنين بحجم التحديات والاعلان عن احتماليه وقوع اي ازمات وعدم الانتظار لحين وقوعها بناء على ما يتم رصده ومتابعه لمختلف الملفات وفي هذا الاطار اعلن رئيس الوزراء اعتزام الحكومه مؤتمر صحفي ثابت أسبوعيا عقب اجتماع مجلس الوزراء لبحث ومناقشة مختلف قضايا وشواغل الدولة والرأي العام لتكون مثل هذه المؤتمرات بمثابة منبرا من منابر تعريف المواطنين بأهم القضايا والمستجدات بالإضافة لمؤتمرات صحفية يدعى إليها كبار المفكرين والإعلاميين لمناقشة وطرح القضايا التي تشغل الرأي العام ومعرفة توجه الدولة بخصوصها لنقله للرأي العام بما يمنع أي مساع مشبوهه لترويج الشائعات او المعلومات المغلوطه